بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تغيير كلمة السر الخاصة بحسابي على الدي بي النافيجاتور. هلا أنا بالنسبة لي كلمة السر الخاصة بتطبيق الدي بي إن بالنسبة لي حافظة، بس حابب أغير كلمة السر لسبب معين. يا ترى كيف راح تكون الطريقة؟ هلا مثل ما حكيت، إذا كنت هذه الطريقة فقط إذا كنت بعد تعرف كلمة السر بس حابب أغيرها لسبب معين، أما إذا كنت نسيان كلمة السر الخاصة بتطبيق الدي بي فراح أحط بالوصف وراح أحط بفوق الفيديو، راح يطلع لكم إشارة كيفية تغيير كلمة السر الخاصة بحساب الدي بي إذا كنت نسيانها. أما اليوم راح أشرح كيفية تغيير كلمة السر لتطبيق الدي بي وأنت موجود جوا التطبيق وأنت تعرف كلمة السر الحالية لكن حابب غيرها لسبب معين. الطريقة راح تكون على الشكل التالي. بعد ما فضنا على تطبيق الدي بي على الشكل التالي مثل ما شايفين عندي هون، هلا أعطانا على الشكل التالي، هو الشكل العام لتطبيق الدي بي لما تفوت عليه بالأول مرة. هلا أنا بالنسبة لي بدي بلش بخطوات تغيير كلمة السر الخاصة بحسابي على تطبيق الدي بي. كيف راح تكون الطريقة؟ الطريقة راح تكون على الشكل التالي. راح نكبس على كلمة البروفايل موجود عندي هون بالأسفل، في عندي هون 3 أيقونات، راح نكبس على كلمة البروفايل موجود عندي هون بالأسفل على اليمين. راح يطلع عندك عدد كبير من الخيارات، الخيار الأول البيانات الشخصية، الخيار الثاني لوج إن تسجيل الدخول ولوج إن أند سكيورتي يعني الأمان وتسجيل الدخول والأمان. راح نكبس على كلمة مير الموجودة عندي هون، نكبس على كلمة مير على الشكل التالي، نكبس عليها ضغطة هيك. فراح يطلع عندي مثل ما شايف عندي هون، يطلع عندي 3 خيارات، اذا بدك حابب تفعل المواصفات الثنائيه او باسورد اند يغن يعني تغيير كلمه السر الخاصه بتطبيق الدي بي. انا او اذا بدك تحذف الحساب، انا بالنسبه لي بدي اغير كلمه السر راح اختار خيار نصاني باسورد اند يغن. فنكبز على السهم الموجود عندي هون، نكبز عليها ضغطه هيك. راح يحولني بشكل مباشر على الشكل التالي، عم يطلب مني ادخل الاسم المستخدم مع كلمه السر الحاليه خاصه بحسابي على تطبيق الدي بي. انا بالنسبه لي حكيت انه بعرف كلمه السر، راح ادخل كلمه السر، بعدها راح اكبس كلمه امندون. دخلنا كلمة السر، كبسنا على كلمة أملدون. بعد ما كبسنا كلمة السر وحطينا كلمة السر الحالية مع وضغطنا على كلمة أملدون، طلع عندي على الشكل التالي عم يطلب مني تغيير كلمة السر. راح نكبس على القلم الموجود عندي هون، نكبس على كلمة القلم، على إشارة القلم نكبس عليها ضغطة هيك. فهمت المشافين عندي هون عم يطلب مني دخل كلمة السر الحالية، وبعدها عم يطلب مني دخل كلمة السر الجديدة، وبعدها راح أكبس على كلمة شبيشغن. فبعدها بهالطريقة راح تقدر انك تغير كلمة السر الخاصة بحسابك على تطبيق الدي بي بكل بساطة. هيك كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني غير كلمة السر الخاصة بحسابي على تطبيق الدي بي. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، وشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.